بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، هذه العشر المباركات التي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، يتحرى فيها ليلة هي خير من ألف شهر، قال الله عز وجل عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة أنزل فيها القرآن، ليلة تتنزل فيها الملائكة الأبرار، ليلة تكتب فيها للعباد الأقدار، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سألت أمنا عائشة رضي الله عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ فيرشدنا سيدنا إلى عبادة من أجل وأعظم العبادات، ألا وهي عبادة الدعاء، فيقول: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو نتوسل بك إليك يا رب العالمين. تحب العفو أي أنك تحب أن تعفو عن عبادك، وتحب أن يعفو عبادك عن بعضهم البعض. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على الناس فيغفر لجميعهم إلا لمشرك أو مشاح. من كان في قلبه بغض أو حقد أو غل أو حسد فلينقي هذا القلب، وليطهر وليزكي هذه النفس، وليحسن أخلاقه، فإن الله عز وجل يعفو عمن يعفو عن الناس. والله جل وعلا يبين لنا قدر هذه العبادة العظيمة المباركة فيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله تبارك وتعالى يعلمنا أننا يجب أن نكون على يقين وعلى ثقة. هذه الآية التي تشعرنا بالأنس والقرب والمودة والرحمة من الله تبارك وتعالى، فيقول سيدنا رسول الله: يجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. والدعاء أن ندعو بما في قلوبنا، أن ندعو بما علمنا القرآن الكريم وبما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن نتكلف في الدعاء. هذا الرجل الذي سأله سيدنا رسول الله: بماذا تدعو في صلاتك؟ فقال: يا رسول الله، أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال كأنه يقول أن هذا الأمر ليس عظيما، فأحب أن يعتذر لسيدنا رسول الله، فقال له: فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ يا رسول الله. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي أننا في دعائنا كله نسأل الله أن يقربنا من الجنة وأن يباعدنا عن النار. أيها الأحباب، ولا ننسى أن نبدأ الدعاء بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وأن نختم الدعاء بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، لأن الله عز وجل يقبل الصلاتين، والكريم جل وعلا لن يرد ما بينهما. نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يحفظنا وبلادنا وأوطاننا ومصرنا من كل مكروه وسوء، ونسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.